شقه النهارده. يلا انت وشطارتك. ايه انت وشطارتك؟ انا وشطارتي. يا ريتك كنت شقه. في حد بياخد شقه دلوقتي؟ ايه في حد بياخد شقه دلوقتي؟ انا لو يعملوا لي مسابقه على الشقه اخد شقه على طول. ما السلام عليكم. السلام عليكم. صحتك وزريك. بالصحه. انا صح. انا صباح الخير. ربنا يبارك فيك. اهلا بيك. ربنا يخليك. اتفضل. هنا ولا ايه؟ اه طبعا. ضيوف هنا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيك. المدام؟ لا اسانسير عاطل. هو ده يا جماعه؟ هو ده من محمود؟ ايه ده؟ انتوا واخدين على كده ولا ايه؟ اه لا لا لا، دي تاني مره يعملها النهارده. الو؟ لو سمحت لو سمحت احنا عطلانين، احنا واقفين في الدور التاني. لا هو لسه ما تعملوش قلق، ما هو عشان ما حدش يتلبخ لا واحد تحت يبوظ الدور. يا ساتر يا رب. هم متعودين على كده ولا ايه؟ لو سمحت ثواني كده اتصل بسيد. سيد ابن عمي شغال في شركه سكسو كورن. انا ومنك تغني لهم والله. انا طالع اصلا. اه انا ملحن طالع اسمع اغنيه للاستاذ سيد النجار. حضرتك تعرفه اللي ساكن فوق في التاسع؟ لا ما خدش بالي والله. انا ضيف هنا معلش بقى. بس دي مشكله جدا. ده بيغني ده ولا ايه؟ اه ما شاء الله. ايه ده، هو متعود يعملها كتير ولا ايه؟ لا يا جماعه ثواني ثواني بتصل على سيد ابن عمي. اهو يا جماعه هتبعتوا حد ولا اتصل بحد؟ انا يحيى بس. هو بيتكلم. طيب ماشي ماشي. هو بيتكلم يا يحيى. صحتك انا بجد زهقت من الاسانسير ده فعلا. يعني هو متعودين الاسانسير. هو خلاص هي لا عمل كده. عمل كده الصبح. عمل كده الصبح. لا مش مشكله. عادي عادي عادي. ده كله عادي. حصل قبل كده معايا. اشتغلي اسانسير والنبي مش ناقصه. انا اصلا بيتصل بيا بقاله كتير قوي مش عارف. اشتغل ان شاء الله. يا يحيى. ايه اغنيه نعملها دي؟ طيب يعني ايه سامعني 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 وبعدين يعني ما بس سيد فوق تقول هو فراق. ما احنا فوق فراق اهو. يا جماعه بجد مش كده. مش كل يوم يعني. مش الصبح وبالليل. لا لا مش حر. استنوا والنبي اوعى يكون الموضوع ده ياخد كتير. لا لا على طول. عادي انتوا متعودين على كده هنا ولا ايه؟ لا لا ما اصل حصل معايا قبل كده. خدت راحتك انت. ها لا لا عادي جدا. انت تسمع الاغنيه دي ليه بقى؟ اسمها بعد الفراق. اللي انا اصلا هطلع. هو حضرتك بتعمل ايه؟ انا ملحن. بتغني دلوقتي؟ اه والاسانسير عطلان؟ لا دي مو جايين جايين. دي مناسبه سعيده جدا. لا لا جايين عادي فعلا. هو اسمه ايه سيد ولا اسمه ايه اللي بي يعني؟ يا استاذه انا عايز. لا لا انا عايز اسمعه. طب ثانيه بس ننده على الناس وبعد كده حضرتك سمع اللي انت. طب انا هندهن له. يا يحيى يا استاذ عادي. يا استاذ انا يا استاذ انا الدنيا حر مش قادره. طيب ماشي ما هو عادي عادي نسمع بس لحد ما يا جماعه. مش كل يوم. مش هنموت يعني يا استاذ. مش كل يوم يا جماعه كده. شوف البواب بتاع الزفت دي. هو كل يوم بيحصل ده؟ هو ايه هو ايه؟ طيب اه عمل كده الصبح يعني. ايه القرف ده؟ اسمع الاغنيه دي. اسمع الاغنيه دي. ماشي اسمها بعد الفراق. اوف يوسف انت المفروض بتغني انت. ده انت بتنشز ولا بتغني ولا ايه؟ يعني انت انا عايز بس اسالك إيه سؤال. انت بتشتغل ثانيه. انا لحقت واديت له. ده انت صوتك قفل النور. ما خدش مني وخدت رقم تليفونه وقال لي انا هشغلك معايا وما اشتغلش. مين ده؟ سعد الصغير. استاذ سعد الصغير؟ اه استاذ نفسه عمل كده. اتبسط قابلته ده اول امبارح كان في فرح شعبي في القطاميه. رحت قابلته وقلت له انا هشتغل معاك يا ريس وسمعت له سمعت له شغل وفي الاخر ازاي ما ودلوقتي واحد حظك مع ريكو عشان تكبر ده المنظور. انا عايز اسال سؤال واحد. انت مين قال لك ان انت بتعرف تغني ولا بتعزف ولا مين ضحك عليك؟ الغنى اصلي قواعد وليه طريقه. انت بتنشز اساسا يعني. ده انت اه ايه ده؟ انا كنت بغني دلوقتي حاليا من سول الدو. من مين يا حبيبي؟ سول الدو. سول الدو قرار القرار. السول الدو. سول الدو قرار القرار. سول الدو نفسه. بص ايه انت ايه طيب عشان لحظه وما تنفعش. هو لا 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 طب انت ايه؟ اولا انت ايه؟ انت مش عايز اشتغل؟ الحمد لله. اه اشتغل الحمد لله. مش عايز انا اشتغل؟ خلاص انت مش عايز انا اشتغل؟ بتزعق كده ليه يا متخلف؟ اتكلم عادل لو سمحت ما تزعيش.
طب لحظه انت ما تشتم ما تشتمش عاجبك كده بس تهبل اتكلم كده معايا انا يا استاذ زريكو لو سمحت يا استاذ زريكو حضرتك انه المفروض حد شرقي وابن بلد وعارف ان ما ينفعش بنت تزعق انا راجل ايوه انا راجل من الفيوم لو سمحت انا طب عشان خاطر يا استاذ يوسف اللي من الفيوم اهدى شويه عشان احنا في موقف ما ينفعش فيه الانفعال يعني انت احنا كلنا متوترين انت يعني ينفع ليه تشتمني ازاي بتقول انت متخلف ايه متخلف دي متخلف عن الحضور يا سيدي في ايه متخلف عن الحضور يا سيدي اعتبرها كوميديا ايه متخلف دي جوكين يا نو بروبلم ايه يا مان كده ريلاكس مش كده عشان لا اوفر اوفر اللي انت بتعمله يا استاذ يحيى هتحصل هنا بس هي هو سؤال واحد بس هو مين اللي ضحك عليك وقال لك انك ما انا بغني بتغني انا بغني غني بص غني في الحمام السولو ده في البانيو بس اهو 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 هتغني براحتك بقى وطالع انت فوق وتبقى 100 100 وسولو الدو وسولو بص يا استاذ اولا مفيش حاجه مزيكا سولو عشان محدش يضحك عليك مفيش حاجه اسمها سولو الدو امال ايه دو ري مي فا صول سي دو دي يعني ازاي دو ايه اساسا ده ما بيفهمش في حاجه يا استاذ ريكو ده ما بيفهمش في حاجه ما تتناقش يعني انت بتشتمي تاني طيب لا انا ما كنتش بفهم انا بقول انك ما بتفهمش سؤال يعني انا دلوقتي لما مد ايدي عليكي دي ايه دي ايه تهبل يا ابني ولا ايه بس يا بس يا عبيط صح تشتمني يا استاذ ريكو معلش يا صح تشتمني هي مدموعه تشتمي عادي تشتمي ازاي هو انا بشتمك انا بوصفك اصلا ده مش شتيمه دي وصف لا يا استاذنا يا استاذنا انا عامل احترام لحضرتك انا عامل احترام لحضرتك مش هينفع خالص يا ابني مالكش دعوه بيا احسن لك احسن لك ايه اللي مالكش دعوه بيا ما تخلينيش احطك في دماغي احسنلك مش وقته يا جماعه انا بحذرك انا بحذرك يعني لا لا انت عرفت انا ممكن اعمل ايه يعني هتضربيني لا اكتر من الضرب بكتير ولا هتعرف تعمل حاجه ولا ليك فعل يا عم حرام عليك دي طالعه مع راجل ده مش طالعه مع خشبه بقى عيب بقى لا يا استاذ ده تحترمني تحترمني انا طالعه مع راجل تحترمني انت احنا شبابنا قاعدين في الصالون يعني ما انت داخل عمال تشحت والنبي اسمع والنبي اسمع والنبي اسمع عايز ايه يعني ايه القرف ده هتضربني انا كمان ولا لا يعني بس ما تقفش علي حضرتك يا استاذ انت ما تعمليش كده برضو انت راخر احتلال لا اعمل اي حاجه تعمل اي حاجه ان شاء الله انا هتضربك مين انت بص يا بقول لك هضربك هت ايه في ايه في ايه انت هتضرب مين بس انت هتضربني عشان ايه في ايه انت يا عم بتاع في ايه يا يحيى انا في واحد متخلف معانا واقف جنب بيتهزم انا لما بص سيد النجار بيتهزم بجد بيتهزم بجد انت سيد انت ولا لا اتجننت ولا ايه سيد النجار فوق انا راجل واحد تحت هنا ولا احنا قد الدنيا الله ملحن ايه يا عم على عينينا وراسنا بس بس بقى بس بس, بس بقى الله ما تهدى بقى شويه بقى الله انا مش فاهمه انا ايه الرخامه دي انت اسمه ايه ده يحيى ده اسمه ايه ايوه يا يحيى يحيى لو سمحت تعالى يا عم انت لو سمحت جبت سكنايه يا يحيى تعالى انا مع اي حد يا عم انت ما تعرفش تعمل اي لا اعرف اعمل اي حاجه يحيى بس تمام بس احنا بنهزر على فكره احنا دلوقتي في بروجرام اسمه بين السماء والارض هو في كاميرا هنا وفي كاميرا هنا وفي كاميرا في المستخبية في الحتة دي وده ممثل محترم جدا ومالوش بالغنى أصلا ومفوز بقى قلب الكبير ولا ايه؟ أنا مش متخيل إن الأسانسير بكرة يبقى فيه كاميرا أبدا أبدا ولا تيجي على بال أي حد اللي هو العادي بقى ان في مرايه ايه دي الشقه اللي انا كنت عاوز بيها راحت مني الشقه كنت فاكرها في ايدي كان نفسي في الشقه طمعت بيها بسيدي كده يعني ينفع كده تعملوا فيك على طول انا هتعمل فيها كده سلام عليكم كل سنه وانتم طيبين رمضان كريم عليك وعلى كل الشعوب العربيه انا يحصل فيها كده بين السماء والارض يعني ما كنتش اتوقع ان ممكن يبقى الاسانسير فيه الكاميرات وفيه المقلب وفيه واحده زي القمر يا نهار ابيض رمضان السنه دي سخن جدا جدا وبين السماء والارض انتوا حرين اللي هيطلع اسانسير لازم يفتشوا الاول